السلام عليكم، مساء الخير عليكم. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم، صلوا على النبي. في هذا الفيديو حبيت نهضر لكم على هذه جيل ديفلاماك لازاله الالام والالتهابات، لازاله او مسكنه للالام ومضاده للالتهابات. هي عباره عن جيل اسم تاعها ديفلاماك، تستعمل لازاله الالام في المفاصل، في الظهر، الكتف، الركب. هنا فقط أنبه، يعني بعد ما تستعملوها ممكن يوصفها لك الطبيب، تستعملها 3 مرات في اليوم مثلا، تستعملها 3 مرات في اليوم. هي عبارة عن جيل توضع على المكان المصاب وتدلك دلك خفيف فقط، يتشرب الجلد هذا الجيل بسرعة. لكن إذا ما زالش الألم، فقط إذا ما زالش الألم، يعني الالتهاب هنا يكون محتاج أدوية. إذا وصفها لك الطبيب وما شريتهاش من الفارماسي، يعني ما شريتهاش وحدك من الفارماسي، إذا وصفها لك الطبيب وكان الألم متاعك، يعني توصف له الحالة اللي عندك، راح يرافق لك معها أدوية أخرى، عبارة عن أقراص أو عبارة عن حقن تتبع هذا جيل ديفلاماك، يعني باش الألم يزول، باش تعاون هي شوية. لكن إذا كان الألم خفيف راح يزول بكل سهولة، يعني بعد ما تستعملوها المدة هكا راح تحسوا بتحسن. لكن إذا ما حسيتوش بتحسن هنا، إذا شريتوها وحدكم والله وصفها لكم الطبيب بدون أدوية مرافقة معها، يعني قلت لكم إذا كانت الحالة تاعكم تكون الحالة، يعني الألم يكون حاد، تتوصف للطبيب نتاعك الحالة نتاعك جيدا حتى يرافق لك معها الحقن اللي تكون تساعدك على إزالة هذا الالتهاب اللي عندك، أو تخفيف الآلام اللي عندك، أو علاج نهائي للآلام اللي عندك بعد ما يعني تاخذ ترتمو نتاع الدواء اللي يعطي لك الطبيب. هو راح يرافق لك معاه، قلت لكم اقراص وحقن. هنا فقط انا حبيت نوري لكم، هنا حبيت نهضر لكم هنا، اذا استعملتوا هذه الديفلاماك وما تعالجتوش، اكيد لازم تكون معاها ادوية اخرى لتسريع في العلاج. فقط السعر نتاعها هنايا 19000. وهذا هو الفيديو، غير حبيت نهضر لكم على هذه جيل ديفلاماك، يعني انا حبيت نعطيكم رايي فيها، انها مليحه لازاله الالام، مضاده للالتهابات وتسكن الالم. هذا هو الفيديو تاع اليوم، غير حبيت نفيدكم بهذا الجيل اللي ما يعرفوهاش وما جربوهاش وعندهم هذه الحالات من التهاب المفاصل والالام، تقدروا تشريوها من الفارماسي. انا نعرفكم بها، دائما نهضر لكم الفيديوهات واعيد واكرر، يعني انا ممكن هما كاينين انواع بزاف من المراهيم والرجال اللي مسكنه للالام ومضادين للالتهاب، لكن اغلبيه الناس ما يعرفوهمش، اغلبيه الناس ما يعرفوش لجيل كامل او ما استعملوهمش، كاين لاول مره رايحين يشريو، كاينين صح اللي يكونوا مصابين بالحالات دي مره على مره يشريو، هادو تلقاهم يعرفوهم، لكن اللي ماشي مجربين انا نفيدكم فقط في هذا الفيديوهات باش تتعرفوا عليهم فقط، هذا هو الهدف من وضع. لكن توصل يعني اني نوري لكم هذا الدواء، يا تشريه من لافارماسي، تتجه لافارماسي هو راح ينصحك به، تسميه له نتايا، هو لافارماسي يقول راك تعرفه، يسميه له هو راح يعطيه لك، وفي نفس الوقت راح ينصحك. واذا رحت للطبيب، الطبيب راح هو بطبيعه الحال يوصف لك جيل ولا المرهم اللي يساعدك، والحاله بعد التشخيص طبعا. هذا هو الفيديو تاع اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم.